نوصي أصحاب المواكب والرواديد وهم يقيمون مجالس العزاء الحسيني أن يجعلوا في شعاراتهم وأشعارهم مساحة وافية لتمجيد بطولات وتضحيات أحبتنا في ساحات القتال. هؤلاء الذين يجسدون اليوم مبادئ الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف، في مقارعة الظالمين والتضحية والفداء في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل. وينبغي الاهتمام برفع صور الشهداء الأبرار وذكر أسمائهم في الطرق التي يسلكها المشاة إلى كربلاء المقدسة، لتبقى صورهم وأسماؤهم ماثلة في النفوس، ويتذكر الجميع أن بتضحيات ودماء هؤلاء الكرام يتسنى للمؤمنين اليوم أن يشاركوا في المسيرة الأربعينية في أمن وسلام.